أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة حضرموت، والبداية مع أبرز العناوين. اجتماع بعدن يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير آلية العمل بالقطاع السمكي لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد. لقاء يناقش مشروع السوق المركزي للأسماك والخضار واللحوم بمديرية الشحر. فريق طبي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يصل إلى مدينة المكلا. ومن الإيجاز إلى التفصيل، أهلا بكم. ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا بوكلاء ومديري القطاعات والهيئات السمكية لمناقشة آلية عمل القطاع السمكي. وأكد اللواء السقطري أهمية الاستمرار في تطوير آلية العمل بالقطاع السمكي على ضوء القرارات التي اتخذتها الوزارة في العام 2023 لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد، بهدف الوقوف على تقييم النتائج السلبية والعمل على معالجتها مع تحديد أولوياتها لما من شأنه خفض أسعار الأسماك. ووجه وزير الزراعة والثروة السمكية بتشكيل لجنة من المختصين تعمل على إعداد دراسة إحصائية بيانية لمختلف القطاعات السمكية بهدف تطوير آلية العمل نحو تعزيز قدرات الإنتاج السمكي. وناقش الاجتماع عدة مواضيع متعلقة بانعكاسات قرارات الوزارة المتعلقة بتوقف عملية التصدير للأسماك نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية وتنظيم عملية التصدير لأنواع الأسماك. ترأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية أمين بارزيق اجتماعا لمناقشة تفاصيل مشروع السوق المركزي للأسماك والخضار واللحوم بمديرية الشحر. وناقش اللقاء آلية تنفيذ المشروع وتفاصيله الممول من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وباعتماد رسمي من الحكومة الألمانية. وأكد الوكيل بارزيق أن مثل هذه المشاريع الخدمية المهمة تأتي ضمن إطار الاهتمام بالقطاع الخدمي وتحسين سبل العمل لكثير من المواطنين. وصل فريق طبي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مدينة المكلا، يترأسه البروفيسور زهير الهليس كبير الاستشاريين في جراحة قلب الأطفال المعقدة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة العربية السعودية. وسيشارك الفريق الطبي في حملة جراحة قلب الأطفال ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 31 من ديسمبر 2023 إلى 6 من يناير 2024، والذي يقام في مؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا. ويعد جراح القلب زهير الهليس مصنفا عالميا واحدا من أفضل جراحي القلب في العالم واستشاري جراحة قلب الأطفال والدورة الدموية، وهو أول طبيب سعودي يحصل على زمالة كلية الأطباء والجراحين الكندية. توفي 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون مساء الاثنين جراء حريق هائل اندلع في محطة وقود تابعة لشركة النفط بمحافظة المهرة. وقالت مصادر محلية أن 3 أشخاص توفوا وأصيب 8 آخرون بحريق اندلع في محطة وقود تابعة لشركة النفط بمديرية قشن بمحافظة المهرة. وذكرت المصادر أن الحريق اندلع في أحد صهاريج النفط ما أدى لاندلاع الحريق في المحطة بصورة كبيرة، الأمر الذي أدى لخسائر بشرية ومادية. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 207 أشخاص و338 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة. وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 22,185 شهيدا و57,035 إصابة،
أغلبهم من الأطفال والنساء منذ 7 أكتوبر الماضي. أكدت دراسة أن للوقوف فوائد عديدة، حيث أن استبدال 3 ساعات من الجلوس بالوقوف يساعد على حرق من 15 إلى 30 سعرة حرارية. وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن إحداث تغيير في الروتين اليومي لزيادة فترات الوقوف كإجراء المكالمات الهاتفية ومشاهدة البرامج التلفزيونية وكذلك المشي قبل النوم. وتابع الخبراء أن هناك مكاتب صنعت خصيصا لإمكانية تعديلها وقوفا، وهذا يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالسكري والسرطان والسكتات والنوبات القلبية وكذلك خطر انحناء العمود الفقري. فيما أكدت دراسة أخرى أنه لا يجب الوقوف بشكل متواصل لمدة 3 ساعات، لأن هذا يزيد من خطر الإصابة بتورم الأطراف، ولكن للوصول إلى أعلى استفادة يجب التناوب بين الجلوس والوقوف كل نصف ساعة. يواجه أهل صنعاء شعب حضرموت، ويواجه وحدة صنعاء تضامن حضرموت في مباريات دور الأربعة لدور الدرجة الأولى اليمني لكرة القدم. وكان أهل صنعاء تصدر المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، فيما حل تضامن حضرموت وصيفا برصيد 18 نقطة. أما المجموعة الثانية فقد تصدرها وحدة صنعاء برصيد 21 نقطة، فيما جاء شعب حضرموت وصيفا برصيد 18 نقطة. حقق المصري محمد صلاح نجم ليفربول إنجازا تاريخيا بعدما قاد ليفربول للفوز على نيوكاسل 4-2 على ملعب الأنفيلد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي. وسجل صلاح 2 لليفربول وصنع 3 في المواجهة الأخيرة له قبل أن يلتحق بمنتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية. وسجل صلاح هدفه رقم 151 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي. وأصبح صلاح خامس لاعب يصل إلى 150 هدفا مع ناد واحد في المسابقة بعد هاري كين وأغويرو وواين روني وهنري. ختام النشرة، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اجتماع بعدن يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير آلية العمل بالقطاع السمكي لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد. لقاء يناقش مشروع السوق المركزي للأسماك والخضار واللحوم بمديرية الشحر. وفريق طبي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يصل إلى مدينة المكلا. في ختام النشرة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في، ونترككم في أمان الله.